السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، اليوم ما شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه زدت لكم اختبار الفصل الثالث. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وانا يقول لك task one match the following، يعني أربط هذه الكلمات مع الصور تاعها. هنا هذه شوالة أرنب كيسموها rabbit. rabbit. هنا يا هذا ثعلب كي نعيطو a fox. a fox. هذه شاولة سمكة كي نقولو لها a gold fish. a gold fish. هذا كي سمو يا عمري كبش صغير a lamb. lamb. اوكي قلنا البي مور الان ما ننطقوهاش. lamb. انا قالك task 2 listen and match the number in the correct picture. يعني سمعي وديري النمبر، يعني ربطي الرقم مع كسمو التصويره تاعها المناسبه. The big fish has got big fins. يعني شوالة. The big fish. السمكة الكبيرة. هادي. عندها زعنفة كبيرة. Big fins. وينها؟ ها؟ هذه نديرو رقم واحد باسكو هادي هاي هادي رقم واحد. هنا the small fish has got small fins. هادي سمكة صغيرة عندها زعنفة صغيرة. نديرو 2. هنا قال لك ها قاري the baby fennec has got long ears. the baby fennec كيسمو الفنك الصغير بيبي عنده ودنين كبار طوال. long يعني طوال يعني هذا. 3. أنا قالك the rabbit has got long ears. قالك الأرنب عنده ودنين طوال. هذا ديرو 4. أنا قالك listen and cycle the O words. نحوسو على الأو لينطق أو words لينطق أو. هنا يا دال دال ماشي لا كاين أو كاين كيما هنا دال دال دال. هنايا ينطق هذا ينطق دال. هنايا نديرو هذا نسايكلو. هذا باس. هذا فروغ. يس يس نسايكلوه. ضفدع. وهذا بوت. ما قلناش بو بوت بوت. هذا لا هذا ما نطقوش ما فيش ما ينطقش الاو تاعه كيما نقولو حنايا كيما دال فروغ. هنا بو بو كيما قلناش كي فهمتني هذا ما نديروش. هنايا copy the following sentence. هنايا غادي تكتبي هادو the goldfish is small. يعني تكتبي ها هنايا تكتبي the gold. هذا السيلو بن عمي كمل the gold fish. the gold fish is small. هاك the gold fish is small. تكتبي هاري هكا وصعي. هذا هو السوجي تاعنا ولادي. نتمنى حليتوا معايا وفهمتوا معايا واستفدتوا معايا ولو بالقليل. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوبنا. ربي احفظكم ولادي اخواتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.